حته بسرعه قبل العسكري ما يرجع. اي خدمه يا استهانم؟ انت جيت امتى؟ لسه واصل حالا. ايوه سمر، مش هينفع اجيلك خالص، العسكري رجع على طول. معقول بالسرعه دي؟ ده انت حظك زفت قوي. طب اقولك ايه، انا اعصابي تعبانه قوي ومشدوده، ما تيجي تقعدي معايا شويه؟ لا لا يا سيام، مش هينفع خالص، اصل انا وجوزي رايحين كروس في اسوان ولازم نجهز. هتقعدوا قد ايه؟ يعني حوالي 10 ايام. طب وبعدين يا سمر؟ ما تسيبينيش كده، اتصرفي. بصي انا ممكن اديكي نمر الديلر يجيب لك الحركات ديليفري لحد البيت. ايه؟ لحد البيت؟ ايوه يا بنتي لحد البيت، في ايه مالك؟ ده بيجيب لنا كلنا عادي. طيب طيب اديني النمر. ها اوكي اوكي ربنا يستر. منور يا دكتور ميرو. دكتور مين بقى يا عم سيف بالهيلمان الجامد اللي انت فيه ده؟ ايه يا عم ده؟ انا من ساعة ما دخلت واحد يسلمني للتاني يسلمني للتالت. فاكر فيلم عادل امام عريس من جهة امنية؟ بالظبط. حاجة كده على قدي. لا على قدك ايه؟ واضح انك مالي مركزك تمام. وعلى فكرة ده بقى يأكد لي ان انت هتقدر تفيدني. افيدك في ايه؟ امرني. بص يا عم سيف، انا عندي واحدة قريبتي طلبوها للشهادة في قضية الراجل الامريكاني اللي اتقتل من كام يوم. الراجل الامريكاني؟ ده قضيتي. اسمها ايه يا قريبتك دي؟ اسمها نانسي جورج غطاس. عارفها. بنت زي القمر. قريبتك دي؟ اه يا سيدي قريبتي. طب قول لي جوزتهاش ليه؟ يا اخي انت مفيش فايده فيك ابدا، بقول لك قريبتي. طيب خلاص. عارفها؟ مهندسة الديكور. هي بعينها. بقول لك ايه يا عم سيف؟ البنت دي بنت ناس جدا، ومش قادر اقول لك حالتها زي الزفت قد ايه من ساعة ما طلبوها للشهادة في المباحث. بتخدمني في الموضوع ده يا سيف، دي بنت خالتي. قول لها تطمن، ده إجراء روتيني بيحصل في كل جرائم القتل، المباحث بتجمع كل الناس اللي ليهم علاقة بالقتيل، يحققوا معاهم وبعدين يحطوهم تحت المراقبة لفترة، يمكن يظهر عليهم حاجة كده أو كده، بعد كده بيرفعوا من عليهم المراقبة، وبعدين البنت مالهاش علاقة بالجريمة أصلاً، وكده كده اترفع من عليها المراقبة. الله يطمنك يا أخي، مش قادر أقول لك أهلها كانوا مخطوطين عليها قد إيه. لا قول لها تطمن. أنا بقى ليه عندك طلب؟ تؤمر سيف. نفسي احبسك 3 4 ايام هنا. طب يا سيف استاذن. تشرب ايه؟ ايه القلق ده يا ست هانم؟ عقيد وعسكري واقف على الباب؟ انا والله لو ما سمر هانم ما ادخل هنا لو تاخدي مني 100 وقيه. حصل خير، وريني معاك ايه؟ انا معايا 70، 7 ب 150 و7. هاتهم هاتهم هما الاثنين. شكرا قوي. اي خدمه يا ست هانم؟ خلاص يا قسطى، لما الحنفية تخروا تانية هنبعتلك. تحت أمرك ست. شكرين قوي. معلش يا جماعة أنا آسف جدا إن أنا طبيت عليكم كده من غير سابق معاك، بس الحقيقة يا عم إن عندي خبر ما كانش ينفع أأخره عنكم أبدا ولا أخبيه. خبر إيه يا ابني؟ خير؟ خلاص يا عم شالوا المراقبة من على نفسي. بجد؟ عرفت منين؟ عندي يا ستي واحد صاحبي رتبه كبيره في الداخليه اكد لي نفس اللي كنت متوقعه بالحرف. قال لك ايه؟ قال لي ان هما كانوا حاطين المراقبه على نانسي يومين ثلاثه كده، لكن اول ما اتاكدوا ان مفيش اي شبهات حواليها رفعوا عنها المراقبه على طول. انت متاكد من اللي بتقوله ده؟ ايوه طبعا يا عم. صاحبك ده انت مالي ايدك منه؟ ده صاحبي من ايام ما كنا سوا في المدرسه، يعني استحاله يكذب عليا. مش قصدي، قصدي يعني هو مركزه مهم؟ يعني معلوماته موثوق فيها؟ الا موثوق فيها، ده في امن الدوله. ايه؟ امن دوله؟ وعيطنة القضية بالكامل اتحولت عليهم لأن الضحية فيها أمريكاني، غير إن في شبهة إرهاب في الموضوع. هو بنفسه اللي أكد لي إن هم خلاص رفعوا المراقبة على نانسي. ربنا يطمنك يا ابني. عشان تعرفي بس إن أنا فعلا قلبي عليك. البوليس شكله بيراقبني. بدل المصيبة، عرفت منين؟ حسيت بيهم ورايا. ما أنا خبرة في تجارة الصنف 10 سنين وعمري ما اتمسكت. ما هي التجارة بتخلي لك عين تالتة في ظهرك. بس ما تقرش على نفسك. الشر بره وبعيد. طب وكانوا بيراقبوك ليه؟ اكيد عشان موضوع ريتشارد. تفتكر بيشكوا فيك؟ طب ازاي؟ ده انا ما غلطتش قدامهم ولا كلمه. انت مش قلت لي انهم بصموك؟ اه يمكن اللي يقولك بصمه كده ولا كده وده اللي مشككهم فيه. يا غباوتك يا اخي، هم لو كانوا لقوا لي بصمه كانوا حبسوني وقتي. هم اللي مشككهم فيك؟ مش عارف،
يمكن بيحصحصوا كده لغايه ما يتاكدوا. تفتكر وانا هوجع دماغي ليه؟ وعلى راي المثل امشي عدل يحترع عدوك فيك. يعني ايه؟ يعني نكن ونختفي من تجاره الصنف دي لغايه ما الامور تهدى والعين تروح من علينا. علينا ده ايه؟ هو انا متراقب معاك يا عم؟ حد جاب سيرتك وانت استدعوك ولا خدوا بصمتك؟ ما هو ايه؟ ما هو عشان احنا شركه لازم اقولك على حاجه افتكرت اني عملتها واحنا هناك. حاجه ايه؟ اصلك ايه؟ اصل واحنا خارجين من عند الامريكاني دهون كذبت عليك وقلت لك ان انا مسحت بصماتي وانا ما مسحتهاش. يخرب بيتك. طب والعمل يا شباب؟ انت لازم تختفي خالص اليومين دول، واوعى تعمل اي مشاكل، تتمسك تروح القسم يفيشوك هناك. اتجرجرنا يا حبيبي على القسم ولبسنا القضيه. استر عليا يا رب. بقول لك يا بابا، انا عايزه اشوف ادم واطمن عليه. ايه اللي بتقوليه ده يا نانسي؟ ما ينفعش، دي مجازفه محدش يعرف نتيجتها هتبقى ايه. لا مو انا ما ينفعش ما اطمنش على الانسان اللي ضحى بحياته ومستقبله عشاني. يعني كده خطر عليكي وعليه. يا حبيبتي مش معنى انهم شالوا المراقبه عليكي تبقي في امان. وممكن الضابط صاحب امير يكون بيعمل حركه تمويه عشان تاخدي راحتك وتقعي في المحظور. لو حصلت هتنكر واروح له. وليه ده كله يا حبيبتي؟ عايزه اطمن عليه يا ناس، ضميري بيأنبني ناحيته، ما ينفعش اسيبه لوحده، لازم ابقى جنبه. وجودك جنبه هيعمل ايه؟ ده ممكن يعرضه لخطر اكتر. يا بابا ده بقى اهله ما بقوش معاه، احنا الناس اللي فاضلين له بس في الدنيا، ده غير الرعب اللي زمانه عايش فيه. طب خليها لبكره الصبح. لا يا بابا، عشان خاطري دلوقتي ليل وفرصه كويسه صدقني. ما انا عارفك دماغك ناشفه واللي بتعوزيه بتعمليه. جورج انت هتقوم على امها ولا ايه؟ احنا هنروح ونرجع على طول. طب ما تخلي حضرتك واروح انا واجي بسرعه. ازاي يا حبيبتي؟ عايزه تروحي لواحد غريب في شقه لوحدكم؟ ده بالذات انا استأمنه على روحي، كفايه اللي عمله عشان يدافع عن سمعتي وشرفي. طبعا يا بنتي، ده انسان اصيل واللي بالنبل ده مستحيل يغدر او يخون، بس انا لازم اجي معاكي عشان ما ترجعيش لوحدك. ازيك يا ادم؟ ها؟ احنا قلنا ايه؟ قصدي ازيك يا شريف؟ الحمد لله. انت كويس؟ يا ستي ما هو كويس اهوت وعالي العال زي ما قلتلك. اصلها اصرت تيجي تطمن عليك بعد ما عرفت انهم شالوا من عليها المراقبة، ما طقتش تستنى لحد الصبح. كتر خيرك. خيري ايه؟ ده انت جميلك على راسي من فوق. انتوا مستنيين حد؟